مصرع 240 حوثيا في مارب والجوف في 8 أيام. مركز صنعاء يحذر من مأسسة الحوثيين للتمييز العنصري في مشروع الخمس. منع الواتساب صراع يشعل السلك القضائي الحوثي. اغتيال شيخ قبلي بالجوف من قبل الحوثيين. يونسف نزوح قرابة 2 مليون طفل يمني منذ اندلاع الحرب. 20 عملية إرهابية للقاعدة وداعش بدعم الإخوان في 5 أشهر. ميليشيا الحوثي تفرض على التهاميين تزويد مقاتليهم بالأبقار مقاتليها.